بعد انتهاء الحرب العسكرية في مدينة درنا تنطلق حرب أخرى، هي الحرب الأمنية التي تتطلب تكاثفا واستعدادا. لذا عقد اجتماع أمني لوضع خطة متكاملة والوقوف على الاحتياجات التي تنقص الأجهزة الأمنية. اليوم قمنا بدعوة مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية العاملة بمدينة درنا، وتم الحمد لله بفضل الله وحمده افتتاح هذا الاجتماع بالخير والبركة، واتفقنا على عدة نقاط. هذه النقاط لعل أبرزها تفعيل الأجهزة الأمنية على وجه السرعة ووضع خطة أمنية محكمة. تكاثف الجهود مسألة في غاية الأهمية، خصوصا عندما تتعلق الأمور بمدينة درنا التي ما تزال في ذاكرة أهلها أحداث 96 وما صاحبها. لذا فإن المسألة الأمنية حساسة جدا وتطلب خبرة وسعة صدر وكفاءة. بدعوة من عميد بلدية درنا عقد اجتماع موسع بين الأجهزة الأمنية بالمنطقة للوقوف على آخر المستجدات، وكذلك إعداد مذكرات للاحتياجات والنواقص وإحالتها إلى جهات ذات الاختصاص. مشوار طويل أمام الأجهزة الأمنية من أجل استتباب الأمن وإنهاء سنوات كانت فيها درنا ضحية للإرهاب والفوضى.